هذا انعكاس صراع الأسرة اللي احنا هذا قاعد نقوله. عمل برلماني لازم احنا نتعامل معاه وفق هو ما هو موجود. صراع أسرة ما من اللي تصارع بالأسرة، ما في صراع بالأسرة، ما في صراع، لكن هي نفسيات ما تتقبل نفسيات، هذا موجود بالأسرة وغير الأسرة وغير وأسر ثانية تصير يعني مرات وقفات خلافات شخصية. ايش رأيك بالاستفتاء اللي سألنا فيه الناس اللي قالوا ان كفاءة الوزراء للشيوخ ما هي زينة عشان كذي كثرة استجواباتهم؟ انت شنو رأيك؟ مو دقيق؟ لا مو دقيق، انا وجهة نظري مو دقيق مع احترامي لرأيهم، لكن ان مشكلة ان تصير اتفاقات زين. انت عندك من يوم الاستجواب تم وانتهى وتقدموا 10 بطلب طرح ثقة، ليش اللي بنفس اللحظة اجي اصرح لما اشوف العدد بدأ يرتفع؟ معناته في ضغوط، في ضغوط اخرى. يا احنا نحكم بلدنا فيما بيننا بوعي وبتفهم وبعقلانية وبرؤية واضحة، يا اما نحن نخلي تويتر هو اللي يحكمنا. اللي قاعد يصير بعض الأعضاء يجيني يا معود وصل العدد كذا، شلون ايش رايك اصرح؟ يا رجل اصبر، تاكد معك 8 ايام تقدر تشرح لمواطنينك هذا الاستجواب يستاهل او ما يستاهل، يستاهل طرح الثقه يرقى لهذه الحاله ام ما عندك مجال للسؤال والتشاور والتاكد وفي جلسه ثانيه بال8 ايام اللي بعده يوم طرح الثقه. يقول اللي يتكلمون فيها اثنين باثنين، ناس مؤيدين لطرح الثقة وناس معارضين لطرح الثقة. احنا ليش نقول في مجال لك انت تكون قناعة ورأي بإدانة هذا الوزير او ببراءته من خلال 8 ايام القادمة ومن خلال المرافعة الثانية اللي راح تتم في طرح الثقة. اللي حاصل انه كأنه يعني واحد يدور بطولة.